السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي متابعي قناتي قناة كوكب التكنولوجيا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف أقوم باستعراض هذا الموقع، موقع أني ميكر، الذي يقوم بعمل فيديوهات رسوم متحركة لجميع المواضيع التي قد تحتاجونها كاللغة العربية أو كالعلوم أو إلى غير ذلك من المواد. باستطاعتكم من خلال هذا الموقع عمل فيديوهات باستخدام تقنية التودي أو أفلام التودي موفي بهذا الشكل لشرح أي موضوع أو توضيح أي فكرة معينة. هذا الموقع طبعا هو موقع الأني ميكر، animeker.com. سوف أترك لكم رابط هذا الموقع في وصف هذا الفيديو. في البداية عند الدخول إلى هذا الموقع يجب عليكم عمل sign up بهذا الشكل، ثم تعبئة معلوماتكم اليوزر نيم والإيميل والباسورد والضغط على sign up. أنا سأقوم بتسجيل الدخول من خلال الفيسبوك، وبإمكانكم أيضا تسجيل الدخول من خلال حساب جوجل لديكم. أنا سأقوم تسجيل الدخول من خلال الفيسبوك بهذه الطريقة. متابعة. الآن بإمكانكم اختيار ما هو العمل الذي تريدون القيام به، فمثلا بإمكانكم عمل business work أي تجاري، أو personal work شخصي، أو financial work أو freelance work أي عمل تجريبي أو عمل freelance، أو educational work للمدارس أو الجامعات أو المعاهد. أنا أريد القيام بعمل مثلا educational تعليمي. هنا يطلب مني إن كنت معلم أو مدير أو طالب. أقوم بالضغط على معلم ثم done. هنا يطلب منك هل تريد القيام بصناعة فيديو لك أم صناعة فيديو للصف الذي تدرسه. مثلا أقوم بوضع فيديو لي بهذا الشكل. الآن قمت بالدخول إلى الموقع كما تلاحظون. هنا كما تلاحظون في الداشبورد يوجد لدينا العديد من المشاريع المشغولة أو المشاريع الجاهزة بإمكانكم استخدامها أو العمل على تعديلها ثم الريندر لها لديكم، أي جعلها أفلاما لكم وخاصة بكم. إذا أردت العودة إلى مشاريعك بالإمكان الضغط على My Projects. كذلك هناك المشاريع التي قام أحد بمشاركتها معك، وهنا نذهب إلى Create إذا أردت عمل مشروع جديد. Create Video، Create GIF، Create Character. هنا نريد اختيار Create Video. هنا نلاحظ بأنه بدأ بهذه الشاشة التي تخبرنا بجهوزيتك لعمل الفيديو. نعم، let's do it. وهنا يقوم بزيارة معك لتوضيح أهم
القوائم الموجودة في هذا البرنامج. لا أريد القيام بهذه الرحلة. Skip Tower، إغلاق هذه النافذة، وهنا سنرى مكان العمل الخاص بنا. سوف أقوم بتوزيع الشرح في هذا الفيديو إلى أكثر من فيديو، لأنه في فيديو واحد لا أستطيع شرح البرنامج كامل، ونريد شرح بالتفصيل لكم حتى تتمكنوا من عمل فيديوهاتكم. طبعا الموقع فيه فيديوهات وخصائص مجانية، كذلك هناك خصائص مدفوعة. إذا أردتم التطوير إلى الأبجريد فبإمكانكم الحصول على خصائص وشخصيات وإلى غير ذلك، الكثير من مميزات المدفوعة. هنا يعتبر بأن الفيديو عبارة عن مجموعة من المشاهد، فبالتالي كل مشهد له تايم لاين خاص به كما سوف نلاحظ لاحقا. طبعا لإعداد أي فيديو لابد لنا من أن يكون هناك سيناريو خاص بالفيديو. في هذا السيناريو يوضح الشخصيات والقصة المراد شرحها أو الموقف التعليمي، وكذلك تسلسل الأحداث في هذه القصة، وبالتالي إيصال المعلومة أو الخلاصة إلى الطلاب أو المتعلمين. وهذا السيناريو قد يكون عبارة عن أكثر من مشهد، سنس واحد، سنس اثنين، سنس ثلاث، طبعا عدة مشاهد، وقد تكون في أماكن مختلفة، أو قد يكون مشهد واحد بسيط لبيان فكرة واحدة ووحيدة. كما تلاحظون في هذا البرنامج أو هذا الموقع، فإنه يتكون من خمس مناطق أساسية عندما دخلنا إلى منطقة التصميم. المنطقة الأولى وهي منطقة القوائم، ومنها نقوم بالمشاركة والنشر وكذلك القص واللصق والتراجع إلى غير ذلك من المهمات وتسمية الفيديو. المنطقة الثانية وهي منطقة مهمة للغاية، هي منطقة المكتبة. هنا في منطقة المكتبة نلاحظ وجود مثلا هنا بعض السلايدز التي يمكن استخدامها للعمليات التجارية، لعمليات الفتنس إلى غير ذلك. كل سلايد يتكون من عدة شرائح بإمكانكم استخدامها في تصميمكم. كذلك لدينا هنا الشخصيات، هنا الشخصيات المختلفة. بعض الشخصيات كما تلاحظون بحاجة إلى دفع الأموال للحصول عليها، وبعض الشخصيات الأخرى هي شخصيات مجانية. كما تلاحظون هناك العديد من الشخصيات التي بالإمكان استخدامها في أفلامكم. كذلك لدينا هنا منطقة الخصائص والأمور التي بإمكانك استخدامها في داخل المشهد الخاص بك، كالكراسي والإيموجيز وغير ذلك من الأدوات. هنا لدينا النصوص، بإمكانك كتابة النصوص المختلفة، كما أن هذا البرنامج يدعم كذلك اللغة العربية كما سنريكم لاحقا. وهنا الخلفيات، خلفيات المشاهد التي تريد تصميمها. مثلا لدينا هنا خلفيات في مكتبة، في مطعم، في بيت، إلى غير ذلك من الخلفيات المختلفة التي بإمكانك استخدامها في مشاهدك. هنا لدينا منطقة الصور، لدينا هنا صور موجودة في البرنامج، كذلك يمكنك رفع صورك الخاصة واستخدام صور الجيفي أو الصور المتحركة. كما تلاحظون هناك كمية كبيرة من الصور، لكن إن لم تعجبك فإمكانك من هنا رفع صورك الخاصة. هنا لدينا منطقة الفيديوهات،
بإمكانك استخدام بعض الفيديوهات الموجودة في البرنامج لتصميم فيلم جميل وفيلم جذاب. كما تلاحظون، معظم هذه الفيديوهات هي فيديوهات حقيقية ومقسمة إلى مناطق work and business. مثلا هنا لدينا البارتي، هنا nature، إلى غير ذلك. العنصر التالي وهو الأصوات. لدينا العديد من الأصوات التي بإمكانكم استخدامها في مقاطعكم. كذلك بإمكانكم رفع الأصوات الخاصة بكم إلى الموقع واستخدامها في أفلامكم. كما تلاحظون، كمية كبيرة من الأصوات وكذلك المؤثرات الصوتية sound effects، مثل صافرات الإنذار، مثل الرصاص، مثل الأجراس، إلى غير ذلك من المؤثرات الصوتية. كذلك بما أن هناك مؤثرات صوتية، فلا بد من وجود مؤثرات على الفيديو. هناك كذلك مؤثرات خاصة ممكن استخدامها في الفيديو. طبعا معظم هذه المؤثرات هي مؤثرات مدفوعة، لكن هناك مؤثرات خاصة غير مدفوعة ومجانية بإمكانكم كذلك استخدامها. هذه كانت منطقة المكتبة، وهي منطقة مهمة للغاية في عملية التصميم. كذلك لدينا المنطقة الثالثة، وهي منطقة التايم لاين أو خط الوقت. في خط الوقت سوف نلاحظ وجود خط وقت للشخصيات أو الكاركترز، كذلك للفيديو والأصوات. فيديو وأصوات بإمكانكم التحكم بها وتقديمها أو تأخيرها بالشكل الذي يناسبكم. كذلك لدينا هنا منطقة التايم لاين للكاميرا، وسنلاحظ كيفية استخدام هذه الخاصية. المنطقة الرابعة وهي منطقة المشاهد. كما تلاحظون، هنا لدينا منطقة مكونة من مشهد واحد. هذا المشهد بإمكانكم إضافة مشهد آخر إليه أو نسخ نفس المشهد إذا كنتم ترغبون بإعادة الكلام والشخصيات بكلام مختلف أو بتكست مختلف أو بأصوات مختلفة، فبإمكانكم نسخ المشهد وعمل دوبليكيت له. كذلك بإمكانكم حذف المشاهد التي لا تريدونها، ولإضافة مشهد أقوم بالضغط على إشارة الزائد فيتم إضافة المشهد، وسوف نقوم معا بالزيادة على وقت المشهد، حيث نلاحظ هنا بأنه عبارة عن 10 ثواني، كذلك هنا 10 ثواني، بإمكاننا زيادة الوقت الذي نرغب به. المنطقة الخامسة وهي منطقة العمل. كما تلاحظون، منطقة العمل بإمكانكم فقط نقول بحذف المشهد. في منطقة العمل بإمكانكم توسيع منطقة العمل، بإمكانكم كذلك التحكم بالكاميرا الموجودة على المشهد للشخصيات المختلفة. كذلك بإمكاننا تكبير منطقة العمل لتكون مناسبة، مثلا 100%، إلى غير ذلك، تقومون بالزيادة أو بالنقصان. هذه كانت أهم العناصر الموجودة في موقع الأني ميكر، وفي الدرس التالي سوف نقوم معا ببناء أول فيديو تعليمي بشخصيات التودي المختلفة، لنريكم كيفية تصميم الأفلام التي سوف تساعدكم كثيرا في حصصكم التعليمية في عملية التعليم عن بعد، أو حتى في حصصكم الوجاهية لإيصال الأفكار إلى طلابكم وإلى الدارسين. شكرا لكم ولحسن استماعكم، نلقاكم في الدرس التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورفع الله عنا وعنكم البلاء جميعا.